ايه من الهادي الرئيسي ده؟ السوسه. السوسه اللي ما بيتكلمش. طب جاي لنا سبيشال ريكويست، سؤال انثى الاسد مع ذكر الدلو. علاقه مثاليه جدا ولا تنتهي. يعني بيفضلوا مع بعض لابد الابدين، ما بيقدروش يستغنوا عن بعض. ما شاء الله. هما بيفهموا بعض. هي بتعرف تتعامل مع حريه الدلو ومضيته وتغييره الرهيب، وهو بيعرف يديلها يعني يشحن لها الايجو بتاعها بشكل حقيقي، لان هو راجل الدلو من الرجاله اللي ما بتخافش اذا الست اللي معاه قويه او ظاهره. بالعكس دي حاجه كانه هو تسعده، كان انا حاطط بروش. بالعكس ده انا يعني مفتخر ان انا شريكتي ست كويسه. على عكس ابراج تانية لا تخاف. اوكي. يعني علاقه كويسه. لا كويسه الحمد لله. كنا بنتكلم في الحكايه دي الصبح. كنا بنتكلم في الحكايه دي الصبح طبعا.